السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر متابعينا الكرام من مدينة الجديدة. كما ترون متابعينا الكرام هذه الكروسة اللي هي عجيبة متابعينا الكرام، اللي فيها هذه الحيوانات وهذا الطير، هديك الرومي متابعينا الكرام كيف ما كتشوفوا، هديك متابعينا الكرام وهذه الحيوانات وهذه الكروسة الغريبة والعجيبة اللي مولاها كيعشق الحيوانات وما كتعيقش في الإنسان كيف ما كيدعي، تيقول باللي العيشة مع الحيوانات أحسن لي العيشة مع الإنسان. متابعينا الكرام دابا الحال غنعطيو الكلمة ودونينا كيفاش فكر أنه يربي الحيوانات الأليفة ويجول بها المغرب كامل وهو فرحان بهم. قول لنا كيفاش فكرت أنك تدير الكروسة العجيبة والغريبة؟ اشرح للمتابعين، اشرح للمتابعين. لوي أنا كبرت ايتيم، كبرت سارح ما قاريش، من القراية من السرحة دزت للفلاحة، اللي ديال المحرات، من اللي ديال المحرات مشيت للسيرفيس قريت الولاد من تمارا فهمتي، قريت الولاد كان فيهم اللي توظف الله يسهل عليه، وكيفاش الدوال رزق تحت ما مسالي برك معايا، وانا ذاك الشيء اللي دوزتو كله تمارة نبرك بوحدي، نبقى نتفتف المرض. انا دازت عليا تمارة كلها باقي في ما يتحرك، الاصل ديالي هو الحمار، حرضت عليه وخدمت عليه فهمتي. شحال من عام عندك هذا؟ خلي هذا دازو علي عندي الاولين قبل ما ندخل بالمخزن فهمتي. النهار اللي مشى عليا بنادم كامل اللي قريته وما مساني ليا حد، مشات عليا الدنيا، مشات عندي الصحه، رجعت للاصل ديالي هو الحمار، خصني ندور انا وياه. انا صوبت لك كريريستي الحمار، انا اللي عقدت، انا اللي صوبت لها الكروسه الصوبيه دوينا، مصوب لها السلوك ديالها فهمتي. انت اللي اخترعت هذه الكروسه؟ انا اللي اخترعتها، صافي ربيت الحيوان ديالي راني كندور. شنو قصدك ديك اللي داير الله؟ ها؟ شنو قصدك الفروج اللي داير الله؟ هذيك كيودن، هذيك هو من الطبيعه اللي كتكون في الدار، عند كلب، عندك فروج، عندك مش، هاد المش هو اللي بغيتي نجيب لك شد. مربي المش؟ مربي المش هو؟ غنوطرهم يتوطروا ليا، مازال هما كيدريسيهم. طبيعة كاملة مكمولة. تلمساش عنده متابع الكرام، يعني هذا السيد يعني الطبيعة كاملة عنده كيف ما كتشوفوا، عنده هاد الصينية ديال النحاس اللي ما بقيناش كنشوفوا في حالة اللي غابرة، وعنده هاد الجرس اللي غابر ديال النحاس، وعنده هاد الديك من النوع النادر، عنده تمن مشاش مربيهم ورابطهم خايف لي يمشيو ليه، وعندو هاد الكلاب اللي مدريسيهم فوق هاد الحيوان، فوق هاد الحمار كيف ما كتشوفوا متابعين الكرام. يعني هاد السيد غريب وعجيب، هاد كرايريسه كنشوفو، هاد كرايريسه مصوبيه دويا، يعني كيف ما كتشوفوا سبحان الله العظيم، يعني الناس كيف ما كتلاحظوا مستغربه، الناس كتشوف حافظك كيف ما كتشوف يعني مربي حتى القطار، حتى من المشاش، صافي جبد واحد تل صافي لا كيف ما كتشوف، صافي جبد واحد، كيف ما كتشوفوا مربي حتى القطار والمشاش، وهاد السيني اللي عنده ديال النحاس راه غابره. كيف ما كتشوفوا مشاهد الكرام عند القطوط خايفين اللي هربوا ليه، وعندو هاد الكليب راه هو اللي من النوع النادر، وعندو هاد الحيوان اللي من النوع النادر، وعندو هاد الحمار اللي مدريسيه، يعني كيف ما كتشوفوا هاد الكروسه اللي مصوبه يدوين، كيف ما كتشوفوا الفروج والناس
شحال نجمع عليه اللي فرحانه بهذا السيد، فرحانه بهذ الانجازات ديالو. كيف ما كتشوفوا هذا السيد اللي كيف ما كيقول سامحوا فيه ولادو اللي مشاو قراو ويعني وقادوا مستقبلهم ونساوه، هو تيقول بلي انا رجعت للطبيعه ديالي، رجعت كنربي الحمار والحيوانات معايا. اليوم كرتاح كيف ما كتشوفوا، فرحان بالمشيشات ديالو باش ما يهربوش ليه. كيف ما كتشوفوا هذا السيد فرحان بالمشيشات ديالو. على ما يولفوا، على ما يولفوني كندريسيهم حتى هما، كندريسيهم بهم على ما يولفوني. فهمتي المدينه هذه غادي يمشيوا ليا، غادي يمشيوا ليا المشيشات ديالي. يعني انت فرحان فرحان بهذا الحيوان؟ قنعان، انا قنعان بداك الشيء اللي خلات ليا الدوله، الدوله خلات لي غير باش كنشوف الطريق، ماشي الفلوس اللي كيسيروا، لا هذا اللي كيسير. هذا الشيء اللي كنشد، كنشد 36,000 عايشين فيها المشوشات وعايشين فيها الكليبات وعايش فيها انا ولقيت فيها راحتي. يعني السيد فرحان بهذا الشيء، وكنشوفوا انه عنده هذه السينيه ديال النحاس اللي يعني من طراز القديم. كيف كتشوفوا في هذا الجمل يعني عنده شي حوايج اللي غراب. كيف ما كتشوفوا هذا السيد اللهم بارك عنده التراث وعنده شي حوايج. كيف ما كتشوفوا مدرسة الحيوانات، هاد الحيوانات من النوع النادر مدرسيهم، والناس كيف ما كتشوفوا اللهم بارك كتشوف فيه ومستغربه بهذا الشيء اللي داير هذا السيد. هذا السيد فرحان بهذا الشيء اللي داير. كيف ما كتلاحظوا المتابعين الكرام سبحان الله، هذا السيد اللي فرحان بهذا الكليب عنده، بهذا الكليبات، شو واحد الكليب اللي من النوع النادر اللي عينيه زرقين. كيف ما كتشوفوا هذا الكلب اللي من النوع النادر، هذا كنديروا عليا في الليل، كنديروا عليا هذا هو هو المنطقة. ها هو المنطقة، هو المنطقة، هو السلهام كنديروا عليا ونربط. عجينا على عجينا على عجينا على عجينا. كيف ما كتلاحظ كنديروا على عجينا. سامي سامي كيف ما كتشوفوا يعني هذا السيد يعني فرحان بهذا الشيء اللي كيدير، والناس كامله متجمعه عليه. كتشوف هذه الكروسه الغريبه، هذه الكروسه مصنوعه يدويه، نعم ماشي كروسه يعني بروفيسيونال، ولكن يدويه مصوبه هو والطويجين هنايا والمجمر، يعني باش كيطيب اللعيبات والبريد باش كيطيب اتاي. وفرحان مع هذه الحيوانات كيف ما كتلاحظوا سبحان الله. متابعي الكرام شوفوا هاد الكليبات اللي من النوع النادر اللي مدريسيهم باش انهم يبقاو فوق هذا الحيوان اللي هو حمار. كيف ما كتشوفوا السيد فرحان بهذا الشيء. والله يسعدك تقول حمار. والله يسعدك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.